كيجيبوا دابا الان ولاو كيجيبوا عائلتهم معهم، معناها بان وصلنا لديك يعني العائلات ولاو كيجيو كسياحه في مدينه العرائس. يعني كانت الدوره فيها صعيبه مع الحراره، ولكن حسب ما شفت في الوقت كان وقت مهم اللي هو كيشرف مدينه العرائس. اللي كيهم بالاخص هو بالنسبه للظروف اللي جات فيها السباحه، لان كيكون التيار وداك الشيء في هذه الفتره هذه، فاش كانت الظروف؟ انا السنه هذه حاولنا بدينا معطلين باش يعني بكل التيار ويكون يعني الامر يعني في حد النيفو اللي هو يمكن كل عدا السباحه. نعم، وفئه الهوات على مستوى النتائج، لاحظنا السيطره ديال المتسابقين الاسبان، دخلوا ثلاثه ديال الاناث الاسبان، وكذلك بالنسبه للرجال ما عرفتش النتائج اللي احسن اعداء الان في العالم هو اسبان. واسبان كيلعبوا حظ كبير لا في الجزائر لا في الجامعات. رئيس الجامعة الدولية هي إسبانية ماريسو كاسارو، و كنشكروه كثير الشكر لأن المعاملة مع المغرب ومع العالم بخصوص هي معاملة ممتازة من الجامعات الإسبانية اللي هي جهة إسبانية جهة كلهم، كان رياض كان كاليفورنيا مدريد أو فيالنسيا، يعني شكرا سي عبد المجيد الجبايري رئيس جمعيه رياضه العرائش اللي دار لنا التصريح واللي عبر على يعني الرضا ديالو على الظروف اللي كانت ديك المسابقه، وكذلك على الاقبال اللي عرفته وتوافد عدد من الزوار والضيوف على مدينه العرائش. اذا هذا فعل الخير بالنسبه للقطاع السياحي اللي بدا كيتجمع فعلا في الرياضه. شكرا سي عبد المجيد.